اكو هدوء يعني من جبهه التيار والاطار بهذه الفتره القريبه، شو مفسر هذا الهدوء؟ يمكن او هل من الممكن بناء عليه غير امور كانت ايجابيه برايك؟ في البدء بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي استاذ بوائل واحيي استاذ حمزه واحيي جمهور قناه ام بي سي عراق. يعني هو كان متوقع حقيقه يعني هذا التصعيد اليوم اللي صار، حتى وان كان يعني تصعيد مسيطر عليه ان صح التعبير. نعم القضاء خط احمر صحيح يعني على مبدا فصل السلطات، لكن احنا بدنا نتكلم عن وضع مو طبيعي في العراق. نتكلم عن يعني فريقين سياسيين وصلوا الى حد القطيعه، لا وجود لا تفاهم لا بين الاطار ولا التيار، لان بالحقيقه الاطار التنسيقي على طيله 8 أشهر هو المعطل الحقيقي للدوله، مو فقط يعني هسه اليوم التيار الصدري يعني دقائق دخل الى باحه القضاء وثم بعد ذلك انسحب. يعني تعطيل هذا تحسبه للاطار؟ طبعا هو هي يعني احنا المسبب الحقيقي لكل ما يجري في العراق هو الاطار التنسيقي. الاطار التنسيقي اللي هو عطل الدوله 8 أشهر متتالي، 8 أشهر هو المعطل الحقيقي للدوله برمتها. كان طرف خاسر بالانتخابات وكان يعني ابتدى عنا شيء يسمونه الثلث المعطل، تعكز على 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 بدعه لبنانيه اللي هي الثلث المعطل اللي كان في لبنان في وقتها لضروراتها طبقها بالعراق. وبالتالي شعار السيد الصدر لا مجال لتشكيل حكومة أغلبية وطنية وصار أمام المحك، يا أما الرجوع إلى المربع الأول والاتفاق مع الإطار على محاصصة جديدة، يا أما يعني يشوف له صرفة.